وسهلا فيكم من جديد مع الموسوعة الهندسية. بدأنا نحن بسلسلة تعليمية بلشنا فيها نحن بمقدمة لمقاومة المواد. هاي المقدمة رح تفتح باب تعليم جديد لفكرة مميزة كتير، رح ندمج فيها نحن الطريقة التقليدية التعليمية تبعت التعليم الأكاديمي اللي بيجي الدكتور بيقعد بيقرأ الفكرة، رح نقتبس منه هذا الشيء وراح ناخذ جانب ثاني اللي هو الجانب اللي له علاقة بالقنوات التعليمية اللي موجودة على اليوتيوب والإنترنت. راح ناخذ منها أمثلة، راح ندمج المنظومتين مع بعض ونطلع طريقة تعليمية مختلفة. طيب، هل يمكن هاي الطريقة التعليمية تعطي الشهادات عبر الإنترنت؟ طبعا هذا الشيء راح يكون ضمن جدول الخطة اللي قلنا. هل هي طريقة تعليمية مفيدة؟ راح يكون لها هدف مباشر، انه نحن هاي الدورة اللي انت خضعت لها، انت بس تخلص هاي العملية انت قادر تشتغل. وهذا الفرق ما بين التعليم الأكاديمي وما بين الشيء اللي نحن راح نشتغل عليه، انه انت لما تحضر دورة عنا او تحضر منظومة تعليمية عنا راح تكون قادر بالنهاية انك تنفذ خطوات مكتوب. فهذا التنفيذ رح يكون مباشر للموضوع العمل، يعني انت ما رح تتعلم شغلات غير تلزمك في مكان العمل، لكن دائما نحن في مفاهيم عامة لازم تكون عند الشخص موجودة لحتى يقدر يكون مرن أثناء العمل، ليقدر يستوعب الزوايا المخفية في الدراسة وتحليل الإجهادات. فلننتقل للفكرة الأولى. هون نحن عم نحكي عن الدورة ونقارن ما بين الطريقة التحليلية وباستخدام برنامج السوليد ووركس كيف راح تطلع العملية التعليمية. هلا هذا الدرس هو المثال، راح يكون نحن الدرس الأول كان مقدمة لمقاومة المواد، لكن نحن مباشرة فتنا على المثال وراح نبدأ بالشرح. وبتمنى تركزوا على موضوع السوليد ووركس وكيف نحن عم نحلل الإجهادات فيه وندرس المسألة. طيب، خلينا نروح على المسألة. هلا لدينا الجائز المبين بالشكل التالي. هذا هو الجائز، فيه نقاط A B C، طوله 100 مم، مقطع العرض مستطيل أبعاده 5 × 15 مم، بتأثر عليه قوة في منتصفه قيمته 6000 نيوتن. الجائز مثبت من النقطة A بمسند بيمنع الحركة باتجاه المحور X و Y و Z، وبيسمح بدوران تشكيل عزل الدوران. مادة الجائز هون يركز عليها 1020. المطلوب حساب الإزاحة الناتجة في الجائز نتيجة تأثير القوة المطبقة. فبالطريقة التحليلية عبارة عن قوانين وبدنا نعوضها بأرقام. نحسب الإزاحة من القانون التالي. المعطيات موجودة معنا كاملة. عزم العطالة هذا قانونه منطبقه، راح نطلع عزم العطالة ونحطه هون، منعوض بباقي القيم. فإذا المثال هو بسيط للطريقة التحليلية، عبارة عن تعويض أرقام قانونين وفقط. يعني التركيز على موضوع تحويل وتنسيق الواحدات موضوع أساسي بتطبيق القوانين. وهلا بننتقل لتحليل الإجهادات باستخدام برنامج السوليد ووركس. الفكرة هون مثل ما أنا مشروحة بالفيديو بالضبط،
نحن راح نقوم برسم مسقط، نعمل له اكسترود من شكل المجسم اللي نحن، مجسم الجائز اللي نحن بدنا ندرسه. بعد ما نحن شكلنا مجسم الجائز، نحن بدنا نشوف وين النقاط اللي بدنا نحن نحتاجها لعملية الدراسة. فنحن قبل ما نفوت على الدراسة لازم نحن نرسم سكتشات على سكتش، نرسم نحن لاينات. هاي الخطوط راح تكون نقاط الارتكاز بالدراسة. نستخدم سبليت لاين لحتى نقسم السطح لقسمين، وبعدها نحن بنكون تقريبا صرنا جاهزين لندخل بموضوع دراسة الإعدادات. بس بدنا نتذكر انه نحن القوة، حتى القوة لازم نحدد وين مكانها، فكمان نعمل سبليت لاين بمكان القوة. نتمنى منكم دعم العمل هذا بالاشتراك وبالتفاعل، حتى نحن نقدر نقدم هذا الشيء بشكل مجاني للجميع، تكون المعلومات متوافرة لجميع الناس. هلا بنروح على دراسة الإجهادات. بس نروح نحن على دراسة الإجهادات، نحن طالما رسمنا وجهزنا وكل أمورنا واضحة وجاهزة، فبيبقى علينا بس نقطة بسيطة نطبق بالتسلسل. هي بتكون موجود الأوامر على الجهة اليسار، التثبيت، نضيف نقاط تثبيت، بدنا نضيف القوة، بدنا نضيف نعمل ميش كمان. فعنا عدة أمور لازم نحن نعملها بالدراسة لحتى تطلع النتائج. آخر شيء بعد ما نحن نعمل الميش، نعمل نحصل على النتائج، والنتائج هاي بدنا نقارنها باللي اشتغلنا سابقا. بالبداية رح نقوم نحن بإضافة المادة. هون عنا عدة خيارات بإضافة المادة، إما نعمل مادة جديدة ونكون نحن دارسينها بالأجهزة ومعملين لها اختبارات ومنعرف معامل يونغ ومنعرف القيم المطلوبة، وإما بدنا نعتمد على الستاندر ونختار المادة. فنحن المادة هي معطية معنا وهي موجودة ببرنامج السوليد ووركس، فبمجرد إضافتها هي أخذت البارامترات. فنحن القيم اللي وضعناها بالحل التحليلي هي بشكل مباشر موجودة هون، ما في داعي لحتى نعرفها. هلا نحن هون عم نضيف نقاط التثبيت، هو الخط اللي نحن رسمناه مباشرة أخذناه ثبتناه على السطح، حددنا على أي سطح بدنا التثبيت، يعني وفق المعطيات. يعني عبارة عن نص المسألة راح نترجمه لحل عملي، ومثل معطيين بالسؤال بأي اتجاه محور نحن بنثبت بهي اتجاهات المحاور، سواء اكس واي زد. وهيك نحن بنكون حصلنا على النتائج بعد ما عملنا ميش وقطعنا الشكل، وهي النتائج بنقارنها بالحل السابق، والحلول تقريبا 32 متشابهين. وبنتمنى متابعتنا والاشتراك، وبنشوفكم بالعمل الجاي.